للمزيد من المتابعة والرصد ينضم إلينا من رام الله مقدم نائل العزة مدير العلاقات العامة والإعلام بالدفاع المدني. أهلا بك. مساء الخير سيدتي، حياكم الله. شكرا. تمر جنين بظروف إنسانية صعبة بعد انتهاء هذه العملية العسكرية الإسرائيلية، نريد لك أن تنقل لنا مدى تأثير ذلك على حياة الفلسطينيين بجنين. نعم، يعني في البداية الدفاع المدني بيركز على تطبيق الأمان، شروط الأمان. يعني كان في خلال 48 ساعة استجابة ل 28 ل 30 حادث، من بينها حرائق منازل، حرائق مركبات، حرائق محال تجارية، وطواقم الدفاع المدني مباشرة قامت بإخماد هذه الحرائق، إضافة إلى العمل مع مجموعة كبيرة من المتطوعين على تأمين خروج بعض الأهالي اللي خرجوا مضطرين من مخيم جنين وتأمينهم في بعض من أماكن اللواء كفنادق تبرع فيها أصحابها، قاعات للأفراح، فتح مجموعة من المدارس والمؤسسات الخاصة كالمجمع الكوري بالتعاون مع البلدية وبالتعاون مع المحافظ في هذا الموضوع، تم تأمينهم. بالأمس كان انسحاب لقوات الاحتلال بعد مكوث 48 ساعة واعتداءاتها ومحاصرة المخيم. طواقم الدفاع المدني مع طواقم من هندسة المتفجرات قامت بمسح شامل للمناطق اللي تواجدت فيها قوات الاحتلال والمناطق اللي شهدت اعتداءات قوات الاحتلال، حتى انها تتأكد من عدم وخلو هاي المنطقة من اي مخلفات من قوات الاحتلال. اليوم بالتحديد كان في طواقم هندسية من الدفاع المدني من وزارة الاشغال العامة بتعمل على مسح ميداني وتقييم اضرار المباني حتى تتأكد من انه هذه المباني وتصنفها لا متضررة بشكل كامل، متضررة بشكل جزئي، وتبدأ بعملية إعادة الإعمار والصيانة وتقييم الأضرار بشكل كامل. اليوم إحنا كمان مركزين على موضوع البنية التحتية وتدمير البنية التحتية في بعض شوارع المخيم اللي أدت إلى انقطاع الخدمات الحيوية الأساسية كالكهرباء والمياه، واللي طبيعة الحال بدأت وزارة الأشغال العامة عملها حتى إنه نتمكن بأسرع وقت لإعادة الخدمات الحيوية من شبكات الكهرباء والمياه. وكيف نتأكد من أنه المواطن الفلسطيني بأمان؟ إحنا يعني حاولنا قدر الإمكان أنه نأمن المواطن الفلسطيني اللي خرج من المخيم ونبدأ بعملية تقييم الأضرار وإعادة السكان إلى المخيم بشكل تدريجي وفقا لدرجات الأمانة، الأمان اللي يبث تقارير الدفاع المدني في هذا المجال. إذن سيد نائل، هل هناك إحصائيات جديدة لحصر من تركوا منازلهم حتى الآن؟ يعني بطبيعة الحال اللي خرجوا من المخيم بشكل وبالتحديد أول أمس تقريبا ما يقارب بين 2500 إلى 3000 واحد، ولكن مش كلهم مبانيهم مهدمة أو مبانيهم متضررة. بتعرفي المواطن الفلسطيني يعني ضمن عائلة فيها أطفال فيها كبار بالسن، بحاول يحميهم ويوفر لهم سبل الأمان، فكانت ضمن ظروف مضطرين أنهم يخرجوا من المخيم، ولكن أغلب هذه العائلات بعد تأمينهم في المواقع اللي ذكرتها لجأوا إلى أقاربهم في محافظة جنين أو محافظات قريبة، والأعداد بدأت تنحصر. لكن الأعداد اللي ممكن تكون لحتى اللحظة متضررة ممكن من عشرات المباني اللي تأثرت بشكل مباشر بفعل اعتداء قوات الاحتلال واستخدام الذخيرة والمتفجرات لتدمير المباني وتدمير البنية التحتية. فإحنا نتحدث عن عشرات المنازل اللي تضررت بشكل كامل، ولكن حتى نكون دقيقين في هذا الموضوع، أي مباني محيطة في أي مبنى متضرر يجب أن تخضع للفحص الهندسي حتى أنه نتأكد أنه هذا المبنى آمن قبل عودة السكان له. أكيد لسلامة المواطنين الفلسطينيين طبعا. إذن ورد إلينا سيدي أن قوات الاحتلال استجوبت أكثر من 300 فلسطيني واعتقلت نحو 30 شخصا منهم، هل من جديد بشأن هؤلاء الأشخاص؟ سيدتي الإحصائية الرسمية تصدر عن هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين واللي بتابع موضوعهم مجموعة كبيرة من المحاميين واللي دائما وفق تعاونهم مع الصليب الأحمر الفلسطيني. الأرقام التي تطرحها قوات الاحتلال هذه أرقام ممكن تكون لوسائل الإعلام، ما يصدر بشكل موثوق وبشكل دقيق هو ما يصدر عن الصليب الأحمر الفلسطيني، عن الصليب الأحمر وهيئة شؤون الأسرى الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية التي تعمل في مجال رعاية ومتابعة شؤون الأسرى الفلسطينيين. إذن لا لديك أي معلومات عن الأرقام؟ لا يعني الأرقام التي نشرتها هيئة شؤون الأسرى تتحدث عن 50 شخص تم اعتقالهم، عن 50 شخص فقط، ومن بينهم يعني أشخاص
قد لا يكون ذو علاقة في كل ما حدث في جنين. وبالتالي كما ذكرت لك المصدر الموثوق بالنسبة للفلسطينيين هو هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إضافة إلى الصليب الأحمر الذي يعني يحصل على كافة المعلومات بشكل مباشر حول قضايا الأرض. إذن سيد نائل، كان قد توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو خلال اجتماعه ووزير أمن الاحتلال يؤاف جالنات أمس بمواصلة العدوان على المدينة والقضاء على عناصر المقاومة الفلسطينية عفوا هناك. إذن ما موقف الحكومة الفلسطينية من ذلك وخطتها لمواجهة هذه الأزمة؟ نعم، أنت كما بدأت هذا اللقاء تتعلق بالجوانب الإنسانية. الاحتياجات الإنسانية للمواطن الفلسطيني هي في سلم أولويات الحكومة الفلسطينية، وتعمل الحكومة الفلسطينية من خلال وزارة الداخلية ومن خلال أجهزة الأمن الداخلي، الدفاع المدني والشرطة والهلال الأحمر على توفير السبل وخدمات الأساسية المتعلقة بحياة الفلسطينيين من عمليات إطفاء وعمليات إنقاذ وعمليات إغاثة إضافة إلى إيواء. وبالتالي المسألة الآن هي تنصب حقيقة على توفير خدمات الطوارئ العاجلة كما ذكرت لك، وتأمين هذه المنازل التي تعرضت إلى اعتداءات قوات الاحتلال، والبدء الفوري في عمليات إعادة الإعمار وتقييم أضرار المباني وإصلاحها وصيانتها. هذا ما نركز عليه في الوقت الحالي، وهذا ما نعمل فيه مع مجموعة كبيرة من الشركاء على رأس وزارة الأشغال العامة، الهلال الأحمر والدفاع المدني الفلسطيني، إضافة إلى البلديات والمجالس المحلية في محافظة جنين. إذن سيد نائل، هل من المتوقع أن تكون هناك أي عمليات مشابهة كردة فعل فلسطيني على هذا السلوك الإجرامي الإسرائيلي في جنين؟ يعني أنت تعلمي أنه الشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية وكل العالم يشهد بأنه نحن نخضع لاحتلال. هذا الاحتلال يستخدم كل وسائل مصادرة القرار الفلسطيني، يعمل على مصادرة الموارد الفلسطينية، يعمل على حد من أي خطة تنمية حتى لا يكون هناك مقومات لدى الشعب الفلسطيني. ولكن لدينا إصرار ولدينا عزيمة ولدينا دعم عربي ولدينا دعم دولي مؤمن بأحقية هذا الشعب بأن يستمر في صموده ويستمر في مقاومته، وتحديد أن أكبر مخاطر تواجه الشعب الفلسطيني هو الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي نحن مستمرين في عملنا، مستمرين في صمودنا، مستمرين في تعزيز صمود أهلنا في أرضهم بما نستطيع، ولدينا من الدعم المعنوي والدعم السياسي العربي حتى نتمكن بإذن الله من الوصول إلى غايتنا. طب إذن هل هناك أي ضغوط دولية تلوح ممكن في الأفق لتهدئة هذه الأوضاع وخفض من التصعيد؟ سيدتي أنت تعلمي أنا ضابط أعمل في مجال الحماية المدنية وضابط في المستوى التنفيذي، دائما نتحدث في القضايا الإنسانية، دائما نتحدث في القضايا الداخلية للمجتمع الفلسطيني، لا نتدخل في الشأن السياسي. كل ما يهمنا هو أن نقوم بأداء واجبنا على أكمل وجه بالتعاون مع مجموعة من كبيرة من المؤسسات من المتطوعين حتى نلتزم بدورنا الرئيسي والأساسي هو توفير الأمان لأبناء شعبنا. إذن سيد نائل، شكرا لك على كل هذه التفاصيل.